بس يا نمق جديد وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة راح يكون عندنا مقطع من لعبة سينتس رو. هذه اللعبة يا اخوان نزلت لها مقطع تجربة في قناتي الرئيسية، مجرد كان تجربة متختين بس تجربة، جربت اللعبة. اللعبة هذه اللي ما يعرفها يعني وما شاف المقطع ذاك، معنا انصحكم انكم تشوفونها. فكرتها انها تقريبا يعني ما بنقارنها، بس يعني مقاربة تقريبا لموضوع جراند، بس اللعبة هي استهبالية اكثر واكثر، فيعني مهمات وما شابه، يعني نفس طريقة جراند وعالم مفتوح وسوي الاشياء هذه، بس طبعا مثل ما انتم عارفين جراند تقريبا يعني عالم ثاني، فما يقدر نقارنهم مع بعض. بس في نفس الوقت اللعبه هذه انا الامانه تجربتي الاوليه كانت جدا ممتعه بالنسبه للعبه. فاليوم اول شيء راح نسويه ان شاء الله في حلقتنا هذه نبي نسوي لنا مهام، بس قبلها انا يمديني طبعا انا اروح واغير ملابسي اذا حبيت مثلا اشتري ملابس او ما شابه، اقدر اروح اشتري ملابس. ففي البدايه بندخل الجراج حقنا وبنستخدم واحده من سياراتنا. طبعا احنا عندنا سياره وعندنا دراجه، الدراجه حقتنا رهيبه ترى، بس خلينا نستخدم السياره. يلا نستخدم السياره يا جماعه. بحاول اروح لواحد من المحلات بشوف اذا في ملابس يعني طيبه راح نشتري من المحلات اللي موجوده. افكر انزل لكم ان شاء الله مقاطع من اللعبه. ايش سويت يا سيد انا وين جاي؟ المهم افكر انزل لكم ان شاء الله مقاطع من اللعبه هذه في القناه عندنا هني، يعني ننزل سواء مهمات ان يعني نسوي الاشياء اللي عاده ممكن نحن نسويها في اللعبه. فوين راح اروح؟ في محل ملابس المفروض هني. يعني سيد تراك واقف غلط، بس دقيقة، بس مو مشكلة حتى لو أنا واقف غلط، خلونا بس أنا بروح أشوف المحل حق الملابس اللي موجودة هني، يعني بدون ما نسبب مشاكل وندمر المكان وما شابه نقدر نجيني عاد إن شاء الله سيارتي ما تختفي. وش ده؟ بسم الله، دقيقة، وين محل ملابس هذا؟ لا محل ملابس الجهة الثانية ولا وين ولا وش الموضوع؟ هذا أوكي، هذا وش ممكن يبيع؟ وات؟ ممكن يبيع أحذية؟ يا أما أنا متعب نفسي عشان أجي أشتريها. لا يا ريت أحذية مضبوطة، أحذية غريبة جدا. في محلين بعد ملابس موجودين في جهة ثانية. بعد الحين باخذ سيارتي وبروح أوجه للمحلات الاثنين اللي موجودين عندنا في الخريطة. أوه أنا آسف يا طيب، والله خوش موتر. لا بالغلط بالغلط بالغلط، ايش قاعد اسوي انا؟ والله بالغلط يا جماعه. المهم بحاول اوجه، شفت محلين ملابس جنب بعض، بحاول اروح اوجه جنبهم لان يعني في الغالب اكيد يمكن الاقي شيء زين هناك. لا 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 لا, 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 لا. اوكي 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 سيد سيد تهدي وضعك، سوق زين، امورك مو مضبوطه في اللعبه حاليا، قاعد تسوق بشكل جدا غريب. فهني المفروض المكان اللي فيه محلين ملابس، ابى اجي واشوف اذا فيهم شيء زين. وات هني؟ انا يا لا يكون قاعد اجيب بسطات. اي والله يا اخوان قاعد اجيب بسطات، البسطات هذول ما احس انهم قاعد يبيعون شيء زين، ولا خلنا نشوف دقيقه. هني المفروض يب هذا، اتوقع انه ممكن هذا؟ لا مو هذا. من يبيع ملابس؟ هذا؟ اي هذا. انت شو تبيع بالضبط؟ اوه هذا ممكن يسوي لنا صبغه اتوقع. اوه رهيبه الحركه، بس انا الحين ما ابي صبغه من هني. خلينا نشوف المحل الثاني، المحل الثاني موجود في هالمكان. انت وش ممكن يكون عندك؟ اوه هذا يبيع نظاره. شوف النظاره هذه غريبه. اوكي مو مشكله مو مشكله، بما اني جيت خلني اخذ هذه واشتريها والبسها، يعني عن خاطر يا جماعه على الاقل اشتري شيء. يلا ها لبسنا نظاره، والحين اللي بسوي راح المفروض اني افتح الجوال حقي ونروح للميشنز. راح ناخذ لنا مهمه ونحاول نسوي ان شاء الله مهمه نستمتع فيها، فهذه مهمتنا. يلا الموافق عليها راح نحصل على مبلغ ان شاء الله طيب اذا وافقنا على المهمه هذه. فقاعدين نتصل. هلو الحين اخذنا مهمه يا حبايبي، المهمة تبعد عنا تقريبا 500 متر، فالحين وقت الحماس. خلاص خلصنا البداية، البداية كنا نبي نشتري شيء، ما اشترينا النظارة المشكلة، ما اشتريت شيء مفيد يعني. فإذا تعرفون محلات يعني مكانها ممتاز اشرحوا لي بالضبط وين اقدر الاقيهم. ترى انا ما كشفت كل شيء في اللعبة، انا بس سجلت المقطع ذاك وما فتحت اللعبة بعدها، مع ان حماس مو طبيعي اللعبة، بس قلت ممكن انزل منها محتوى للقناة هذه يعني. فمكان المهمة اللي عندنا هني بالضبط، خلونا نشوف. هني الجهة اليمين راح تكون مهمتنا موجودة. وش ده؟ موقع بناء. خلونا نشوف وش سالفة موقع البناء هذا. اوكي وات، سمعت صوت رصاص انا.
السلام عليكم الحبيب. بعد ما قابلت الشخص اللي موجود هناك، حاليا عندنا نقطة ثانية بنتوجه لها تقريبا تصير فوق، ما ادري هل اختصر؟ لا ما راح اختصر لان المنطقة جبلية وخاف ان ما يكون في طريق، فباخذ الجهة هذه وبلف وبروح لمكان المهمة اللي تقريبا يصير فوق. يب لا تحت تحت تحت، شو ما رحت فوق، مكان المهمة يصير هني. يلا يا جماعة خلونا نشوف. اوكي دقيقة انجني، وقف السيارة في هذا المكان، انزل يا سيد. مشينا. اوكي احنا الحين في هذا المكان، خلونا نروح للجمجمة اللي موجود. انا جاي الى الحفلة هني استمتع معاكم. زين اوكي اوكي، كان المفروض ان انا اتوقع اشوف لي قناع. وصلت للمكان المطلوب هذا. اروح لجري ولا اروح لبسيارة؟ صراحة مو متأكد. لا شكله اروح جري للمنطقة هذه. اوكي الحين انا لازم اجي لهذه المنطقة هني. بعد ما اخذنا القناع وضبطنا امورنا انجي هني. ايوه What are you doing here? I have some car parts I was hoping to take back. Fuck off. They belong to one of the little guys you say you fight for. So there are no little guys. Just idols and tools of the system. اقول خذوا بس خذوا. انت ودع، انت بعد تعال، خلنا نروح ورا شوي. لا شنو رامي هذا؟ قنبلة ما اعرف. ريلود والله. عددهم كبير، لازم انتبه شوي لطاقتي بعد. وش هذا؟ ايش معاهم؟ ليش ما اقدر اطلق من هني؟ في ناس معاهم مروحه. اوه هاي مو مروحه، اي قاعد يرمون اشياء. خذ. لا 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 صعب. ايوه هاي اقدر اطلق عليها بس اذا رمت الاشياء. انزين اعتقد اني محتاج استخدم الكيبل. دقيقة استخدم كيبل هني. ايوه اربط، ربطها. كيف اربطها هذه؟ زين مربوطة خلاص اربطها. اوكي ليتس جو. لف يا حبيبي، خذ لك اللي ورا. اوه انتبه من الجدران، انتبه من الجدران، عندنا مغامرة. خذ لك انت. اوكي دقيقة خلنا نحاول الف. انا اتوقع اني لازم اروح الجهة اللي هناك. اوكي تقريبا 1100 متر. حاليا سويت المهمة اللي هو يبيها منا، وكان يبي منا ان احنا نسرق قطع سيارات. قطع السيارات حاليا موجودين داخل هذا المكان، وما كان يبينا نسرق السيارة نفسها، يبي نسرق قطع السيارات اتوقع. فالمهم خلونا الحين نرجع بشكل سريع. ارجع هذا راح يضل وراي. دقيقة لا لازم اجلده، ما ينفع اخليه. تعال. لا وين دخلت انا؟ وين دخلت انا؟ خذ. تعال قرب اخي، مو قادر اجلده. ابلع يا ابوي، بس قاعد تلحق وراي طول الوقت. ايش قاعد تفجر؟ في اشياء قاعد تتفجر يا اخي. روح قاعد تلحقني طول الوقت. انا ابى اروح لحالي، انت قاعد تلحقني طول الوقت. عسى ما اشر. سياره جدد، خذ لك. خذ انت بعد. يا سلام. الله 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 الله. هذا ودع، هذا ودع. اوكي تقريبا. اوف يا صوت الانفجار، اوف يا صوت الانفجار. يا ساتر يا المكان، ايش قاعد يصير؟ ايش قاعد يصير؟ ايش قاعد يصير؟ اشرد 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 اشرد. انا اتوقع ان نفس المكان. خلاص وصلنا مكان المهمه. اوكي ايش اسوي؟ وينه؟ اتوقع ان لازم اخلص على هذيلا كلهم، تالي يصير خير. دقيقه لازم ارجع. وينك؟ تدري دقيقه وينهم؟ خذ يا حبعد.
اتوقع ان احنا خلصنا عليهم كلهم. الحين نروح لجي ار نخبره ان احنا جبنا القطع اللي هو يبيها من قطع السيارات. في ناس زياده راح يجون. اي 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 صدمه قويه. لا الحين عرفوا ان احنا هني وما يدرون اننا معاه. ما يدرون اننا معاه. خذ. لا 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 انا توني صار متني السياره. تو صار متني السياره. تو صار متني السياره. كيف انزل وقته؟ تو السياره صدمتني فممكن اموت في اي لحظه. خذوا. والله عددهم كبير سيد. ما عندك سلاح ثاني؟ عندك رشاش. قاعد تستخدم هذا على طول. استخدم رشاش. اعتقد رشاش افضل بكثير. خلنا اجي اخذ فلوس حقتهم واخذ الرصاص حقهم. اي اي انا ميت. انا ميت. انا شبه ميت. لازم انتظر شوي. جايين بعصي. جايين بعصي. اوكي جايين بعصي. الوضع تمام سيد. انت قاعد تروح تلحق ورا الرصاص. خلص عليهم. اوه اللي معاهم مروحات او اللي معاهم مراوح. مروحات. اح اح ايش قاعد يرمي هذا؟ انا مت. انا مت. انا مت. انا مت. اشرد اشرد. اوكي حاولت اهرب قد ما اقدر. جي ار بليز بليز يا ار حاول انك تساعد نفسك وتساعدني. موضوع ان انا بس قاعد بالطريقه لا ما ينفع. في تفجيرات قاعد تصير برا. ودع. اوه المروحه 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 المروحه. لازم المروحه توقف شوي. اوكي عندها درع. عندها درع. ما اقدر اصيرها في كل لحظه. ما اقدر اصيرها في كل لحظه. اوكي خلاص هاي ودعت. باقي اللي معاه اتوقع قنابل او شيء مثل هذا اللي هو هذا. موت موت. اوكي بعد في حد. اظن نظفنا المكان. جار جار نظفنا المكان كامل. عندك شيء؟ خلاص سوي الجراج مالك يلا. اوكي فالحين بعد ما ساعدنا جبنا القطع اللي يبيها جبنا كل شيء يبيه. الحين المفروض انه راح يبتدي عمليه بناء الجراج حقه. اوه هذا الجراج ماله. اوكي يعني الحين اي سياره ممكن الاقيها اقدر اجي للحبيب وعدل السياره وتصير سيارتي المفروض. فيعني بالطريقه هذه اتوقع ان هذه الفكره ممكن نسويها خلال الحلقه الجايه. ان احنا ناخذ سياره مثلا موجوده في الشارع اي سياره مثلا تعجبنا راح نجي على طول للحبيب ونحاول نعدل السياره بافضل طريقه ممكنه باذن الله. فخلصنا على طول من مهمه جي ار مثل ما تشوفون. فاذا يا حبايبي اتمنى عجبكم المقطع. ضغطوا زر اللايك واشتركوا في القناه ونشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى من لعبه والعاب ثانيه. مع السلامه. اللايك امر مهم طقه ولا تهتم. انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم يسيطر على امم. هذا جيشنا يا عم والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. باشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله. قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله. تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.